نرجع برضو هنا المشكله في اليات التنفيذ وليس القانون. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده التنفيذ الرؤيه، ما هو تنفيذ الرؤيه ده احنا طلعنا اتكلمنا قلنا فيه ان عايزين في ادوات اثناء تنفيذ الرؤيه هتحمي الطرفين. في زوجات بيتعنتوا جدا اثناء تنفيذ الرؤيه وممكن فعلا ما تخليهوش الولد يتعامل معاه نهائيا، بس عايزه اقول لحضرتك ان انا وكان عندي حاله الاب كان طول ما الطفل قاعد ممكن يضربه ويعمل حاجات غريبه، دي حالات فرديه بالظبط كده. استثناءات بحيث ان الولد يجي يعيط وما يرضاش يروح الرؤيه عشان بالتالي ما تروحش تنفذ الرؤيه وبالتالي يسقط عنها. يبقى الحل ايه في اثناء تنفيذ الرؤيه؟ واحنا طالبنا بالكلام ده اكتر من ابسط حاجه، يبقى في كاميرات اثناء تنفيذ الرؤيه. في كاميرات؟ لا مفيش كاميرات يا فندم، مفيش كاميرات يا فندم، كتير جدا مفيش كاميرات. ليه الكاميرات؟ الكاميرات دي انا النهارده وانا قاعد وانا موجود سواء كنت ام او اب، انا عارفه ان انا مراقبه وعارفه ان انا لو عملت اي تصرف سواء ان انا كأم بعدت ابني عن ابوه او كأب حاولت ايذاء الام، لان حضرتك النهارده وقت تنفيذ الرؤيه ده مش للرؤيه، ده الاثنين قاعدين بيشتموا في بعض، وانت عملت وانت عملت انا هعمل فيك. هو ده. وكان لسه في فيديو قريب على الفيسبوك حضرتك، كانت في استاذه كانت بتصور لايف كل اللي انا بقوله ده، ورد كل حاجه ان كل الناس قاعدين كلها مشاهده. طب انا ليا سؤال للاستاذ، انا النهارده مين يراقب؟ مين يراقب؟ انا هسال حضرتك سؤال، في كاميرات وقت مين يراقب حضرتك في البيت لمده اسبوع؟ نعم، مين يراقب حضرتك وانت بتربي الولد في البيت لمده اسبوع؟ انا اعرف منين كاب هل انت ام صالحه؟ انا دايما هرجع لنقطه الاصل، انا اقدر اعرف منين هل حضرتك، انا ما اقصدش حضرتك بشخصك يعني، تمام، اذا كنت حضرتك تصلحي كأم ولا لا، الا اذا انفردت بابني واخدته عندي في بيتي يوم او يومين عشان اشوف هل الولد ده سليم نفسيا او لا. الطفل انا اقدر اعرف حاجه زي دي، هل ده يمكن؟ انا اخدت الولد اتنازلي لي بقى عن كل حاجه عشان ايه اللي يضمن ان الولد يرجع تاني؟ وكان بيحصل كان في فتره. طب حضرتك شايفه ان القانون الحالي، قانون مساله الرؤيه، بيعطي الرجل حقه طبيعي في ظلم الرؤية. في ظلم، بس انا ليا وجهه نظر ان احنا لو اتنفذت بالفعل. اوكي، في ظلم، انت بتقولي في ظلم، في ظلم يعني يتعدل الظلم ده ازاي؟ يتعدل الظلم ده ان احنا نربط كله ببعضه بقى. مفيش حاجه اسمها ان انا النهارده رفعت قضيه وبعد شهر ارفعها هو يرفع قضيه رؤيه. النهارده كمان هما بيقولوا ان الراجل مظلوم. النهارده الزوجه لما بترفع قضيه نفقه زي ما قلت لحضرتك في ثلاث درجات تقاضي. النهارده الاب من اول ما بيرفع رؤيه بالكتير من تاني جلسه بيتحكم. اذا مين هو يعني بياخد الحكم؟ طب حضرتك اسمعني بس الجزئيه اللي انا هقولها. والله انا هوجه لك سؤال خليك تكملي. لا لا هو حضرتك لو عندك ابن واختلف مع زوجته هل تقبلي كجده انك انت ما تشوفيش الاولاد او ابنك؟ حضرتك لو سمعتني بس في الجمله أو دي او ابنك اصلا بتتكلمي عن الرؤيه. حضرتك بس اسمعني في الجمله دي، اسمعني في الجمله ليه بتتكلمي عن الرؤيه؟ طب اسمعني ان احنا نربط كله ببعض. بمجرد ما حد فيهم يبدا يتوجه للمحكمه يتفتح ملف كل واحد دي ليها نفقه ليها اجر مسكن هو ليه حق رؤيه وادخل الاجداد ادخلهم في الرؤيه سواء الاب والام ويبقى حتى القعده عائليه تبقى قعده الرؤيه قعده عائليه ويبقى في كاميرا. انا هو ده اللي انا بطالبه في القانون الجديد. يعني ايه رؤيه؟ يعني انا اربي ابني يعني ايه رؤيه؟ طيب بنتكلم عن الرؤيه. بتكلم يعني عن ايه رؤيه النهارده؟ يعني انا ابني، انا هقول لحضرتك يعني انا ابني يا فندم سيبني. طب اكمل. لا بس هسالك سؤال، لا اخلص كلامي وهيبقى في رد على اجابتك. ان انا النهارده لما تبقى القعده عائليه وفي الجد وفي الجده بالتالي بعد كده الطفل هو هيبدا مين دول انا عايز اشوفهم، مين دول اللي انا قعدت معاهم مره على مره ولو الاب ملتزم بالنفقه هتبدا الام طب ما هو ملتزم، طب ما هو بيصرف، طب ما هو الطفل متعلق بيه، هيبقى في اجبار معنوي ان الطفل هو عايز يروح لابوه. يعني وانا عندي حالات يا استاذه برضه مش عايزه تفهميني ليه انا بلاها الرؤيه دي. حضرتك مصمم على الرؤيه؟ انا يعني ايه رؤيه؟ اتسول ابني عشان اشوفه؟ لا مش تسول. امشي موضوع الرؤيه. وهو ايه اللي هو دلوقتي عايز الاب عايز يسمعه؟ هو عدل ان انا اشوف ابني او والدي او والدتي ثلاث ساعات؟ لا مش عدل. بس إيه؟ هقول لحضرتك على حاجه. النهارده انت عايز قانون استضافه. النهارده الاب لو خد ابنه وما رجعوش مفيش اب بيخطف. طب ما هي واخده قضيه ارفعي قضيه وخدي. وزي ما الاستاذ بيقول ان في اليات التنفيذ لو حد احد الابوين اخد الطفل وما ودهوش ولا مدرسه واخفاه الطرف الثاني ما بيعرفش ياخده، بل بالعكس ممكن في ناس بتبقى ظروفها ميسوره بتسفر الطفل بره وخلاص كده الدنيا قفلت. عشان كده احنا بنقول لو اتربط كله ببعضه وبقى فيه فعلا عقاب جاد. انا هسمع يعني تعليق الاستاذ احمد والاستاذه مروه.